صورة جلالة الملك محمد السادس وهو يعلن في داكار افتتاح مستشفى طب العيون تعود إلى 6 أشهر مضت. مستشفى أشرفت على إحداثه المؤسسة العلوية للتنمية البشرية والمستدامة. اليوم وبعد هذا التاريخ مستشفى محمد السادس لطب العيون يستقبل يوميا أكثر من 60 مريضا يفدون إليه من مناطق مختلفة. أجريت عملية جراحية على إحدى عيني، عولجت كذلك بأشعة الليزر وتم تتبع حالتي بشكل كامل. وجدت هذا المستشفى في المستوى، الاستقبال كان رائعا. غالبية الوافدين يعانون من المياه البيضاء أو الأمراض المرتبطة بالشبكة. المستشفى يتوفر على أحدث الآلات التكنولوجية الطبية المتخصصة في جراحة وعلاج أمراض العيون. الآن موقع ديال مساحة محمد السادس لطب العيون يعني مقارنة مع العديد من المساحات هنا في ديكار، كيفاش فين كتموقع هذه المساحة الآن ومين كيتوافدوا عليها يعني المرضى؟ يعني الحمد لله هذه المساحة صبحت ان ريفيرونس، يعني مساحه يعني ممكن نقولوا مرجعيه، لان الحمد لله المريض كيلقى فيها كل شيء، يعني كيلقى فيها المعدات، كيلقى فيها يعني جميع اللي كيحتاج لهم بالنسبه للعلاج ديال الامراض ديال العيون. يعني عندنا الحمد لله الماتيريال كله كاين موجود، حتى ان ربما يعني المستشفيات الاخرين كيصيفطوا لنا باش نديروا لهم بعض الفحوصات. مستشفى محمد السادس مركز للتكوين ايضا، فمنذ احداثه طاقم طبي قار حاضر هنا. طاقمنا يتكون من 15 فردا، أطباء ممرضين وإداريين قصد تأدية المهام على أكمل وجه. بالإضافة إلى التشخيص المعالجة والتتبع، يتوفر المستشفى على غرفة للعمليات والإنعاش وإقامة المرضى، ورقم 500 مريض يترجم عدد المستفيدين على أرض الواقع.